تصدرت مملكة البحرين المؤشر الدولي لمعدل نمو مشاركة المرأة في الاقتصاد، وذلك بحسب تقرير منظمة العمل الدولية الأخير. التقرير تطرق أيضا إلى تمثيل النساء في الغرف التجارية، ذاكرا أن نسبة النساء في تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين هو 25%. كنتيجة طبيعية للدعم اللامحدود الذي توليه الحكومة الرشيدة للمرأة في شتى المجالات لا سيما في المجال الاقتصادي، تصدرت مملكة البحرين المؤشر الدولي لمعدل نمو مشاركة المرأة في الاقتصاد، وذلك بحسب تقرير منظمة العمل الدولية الأخير الذي قال إن مملكة البحرين حلت في المرتبة الأولى دوليا في تسجيلها أسرع معدل نمو لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. تقرير منظمة العمل الدولية تطرق أيضا إلى تمثيل النساء في الغرف التجارية، مشيرا إلى أن مملكة البحرين شهدت انتخاب أول عضو امرأة في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عام 2001، وبحلول عام 2014 كان هناك 4 نساء منتخبات في مجلس إدارة الغرفة من أصل 18 عضوا. احنا كسيدات وصلنا لمجلس إدارة الغرفة بالانتخاب، دورنا مهم توعية المرأة البحرينية والعربية والخليجية وعالميا، نروح المنتديات والمؤتمرات العالمية لإبراز دور المرأة في الاقتصاد. واحنا طبعا ما ننسى فضل سمو الأميرة سبيكة رئيسة مجلس الأعلى للمرأة في تحفيز المرأة البحرينية وفي مجال الاقتصاد وجميع المجالات. التقرير الدولي أشار أيضا إلى أن البحرين حصلت على المرتبة الأعلى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سيدات الأعمال العاملات لحسابهن الخاص بنسبة 28%، كما شهدت مملكة البحرين أكبر زيادة في عدد الشركات التي تحتوي مجالس إدارتها على أعضاء نساء، حيث ارتفعت من 12% عام 2010 إلى 14% عام 2014. المرأة البحرينية في المراتب الأولى دائما في كل شيء متقدمة، وهذا السبب يرجع في المقام الأول لأن المرأة البحرينية في الإجمال سواء في القطاع الاقتصادي أو غيره مدعومة دعم كامل من مجلس الأعلى للمرأة بكل قطاعاته. فمثل ما تقولين احنا عندنا راحة أكثر في التعامل وفي المعاملات المالية والاقتصادية. طبعا احنا المرأة هي في القطاع العام هي تمثل ثلث الطاقم إذا ما كان أكثر الكاد، سائر في القطاع الخاص تعادل النص تقريبا. فالمرأة البحرينية في الإجمال هي مساهمتها أساسية أولية ويدا بيد مع الرجل في الصفوف المتقدمة. كما استعرض التقرير أيضا التدابير والمبادرات للنهوض بالمرأة وتحت بند الإصلاحات القانونية، فقد ذكر أنه تم إدخال إصلاحات قانونية كالعلاوة الاجتماعية في عام 2013 لمنح المرأة المتزوجة الموظفة البدل عينه الذي يحصل عليه الرجل المتزوج الموظف، وضمان المساواة بين الجنسين في كافة الحقوق الاقتصادية. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سيدة الأعمال البحرينية أفنان الزياني، أهلا ومرحبا بك. سيدة أفنان، كسيدة أعمال وعضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، كيف تنظرين إلى هذا التقرير الدولي؟ أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام. الحقيقة هذا التقرير يعتبر شهادة عالمية على تميز مملكة البحرين وعلى مدى التطور اللي وصلت للمملكة، لأن في اعتقادي أن تطور أي أمة يقاس بمكانة المرأة فيها، وهذه شهادة جدا كبيرة من جهة معتمدة عالمية ومحايدة تماما. وطبعا هذا لم يأتي من فراغ، هذه أتى من كنتاج لعمل دؤوب بين القيادة وبين الشعب من أول مراحل بدء التعليم النظامي في البحرين من 1928 وقبلها بسنتين في كمبادرة أهلية، إلى حد ما تبوأت المرأة هذه المراكز اللي نشوفها حين ونعتز بها. نعم سيدة أفنان، يعني كما ذكرت المرأة البحرينية تطورت وحققت طفرات كبيرة ابتداء بالصعيد التربوي والتعليم ووصولا إلى حتى المجال السياسي. لنركز على الجانب الاقتصادي، أين هو موقع المرأة البحرينية اليوم في عالم الاقتصاد؟
في البحرين طبعا احنا ما يخفى على الجميع ان احنا شعب تعداده قليل، ولذلك لا يمكن ان نفوت على نفسنا فرصه ان نستفيد من اي يد تعمل، ما بال اذا كان المراه متعلمه وخصوصا سيدة الاعمال متعلمه وكذلك عندها وعي بدورها الاجتماعي وان تعطي للمجتمع ليس فقط ان هي تكسب المال. فطبعا ما نفوت الفرصه على نفسنا في هذه الامر كبلد، ما نقدر نفوت الفرصه، هو من ناحيه ليس فقط اقتصاديه بل حتى من ناحيه اجتماعيه وحتى من السلم الاجتماعي وتطور الاسره، لان المراه لما تكسب دائما ينعكس على مستوى الحياه الكريمه لعائلتها. فطبعا احنا في البحرين الارقام تتكلم بكل وضوح عن مدى مشاركه المراه في القطاع الخاص كسيدة أعمال وتقوم بدورها كمواطنة يعني كفوءة في هذا المجال. وأكبر دليل على ذلك طبعا غرفة تجارة وصناعة البحرين في آخر انتخابات عدد النساء اللي وصلوا 4 سيدات من أصل 18 عضو مجلس إدارة وحتى عضو الاحتياط سيدة. فهذه دليل على ثقة الشارع التجاري والقطاع التجاري بإمكانيات المرأة البحرينية وثقة يعني ثقتها لأنها حققت قصص نجاح ملموسة في كل محفل من مجال الاقتصاد، إذا كان في الاقتصاد أو حتى في القطاع العام أو حتى في قطاع الخدمات. نعم سيدة الأعمال البحرينية أفنان الزياني، شكرا جزيلا لك.